السلام عليكم مشاهدينا مشاهدي قناة شهاب الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات أربح ويانا. واليوم تواجدنا في بابل، تحديدا مول أهل الخير، وهدايانا راح تكون من نوارة الأملاك السياحية. خليكم ويانا. طيب صديقتنا الوردة، السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسمك؟ ريحانة. ريحانة، عاشت الأسامي. بما أنه صديقتنا وردة واللي ورانا أيضا ورد، فراح نشوف إذا تعرف ألوان الورد. هذا يا لون، وهذا هذا أبيض ونفس الشيء. أوكي، وهذا برتقالي. زين، أكو هنا أصفر؟ لا. زين، باوع جوا أي جوا أكو، بس فوق ماكو. صح. زين، وهذا وردي. وردي شوية أحمر على وردي، وربحت ويانا صديقتنا. لكن أريد منها آية وإنشودة. حافظة؟ نعم. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب لربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. وتفضلي صديقتنا، وألف مبروك، ومتواصلون وياكم قناة شهاب الفضائي. ونرحب بصديقنا البطل ونتعرف عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسمك؟ كرار. عاشت الأسامي ايش قد عمرك؟ 13. حلو، راح انطيك كلمات وتنطيني افدادها، يعني عكسها. مثلا شاطر، كسول. هسه انا اريد منك كريم. بخيل. بخيل. طويل. قصير. قصير. نحيف. سمين. سمين. وربح ويانا صديقنا جائزه وكيع. تفضل. لكن اريد بعد منك كلمه وكيع. وكيع. مؤدب. مؤدب او حباب. صح، ربحوا ويانا صديقنا. تفضلوا، الف مبروك، ومتواصلين وياكم قناه شهاب الفضائيه. صديقتنا الوردايه ونتعرف عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسمك؟ زينب. زينب ياسر. اول متوسط. اول متوسط. تمام زينب، اريد منك ثلاث مكونات على مود نحضر الكيك. طحين، حليب، شكر. طحين وحليب وشكر. وربحت صديقتنا جائزه. تفضلي، ومتواصلين وياكم قناه شهاب الفضائيه. ونلتقي بصديقنا البطل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسمك؟ حسن. ليش منزل عيونك بالقاع؟ استحي. زين، احنا سألنا اثنين قبلك عن اين يقع قبر الامام الحسن عليه السلام، لكن ما جاوب، وانا اريد منك الجواب. في السعودية. السعودية، وتحديدا البقيع. وربح صديقنا جائزة. تفضل يا صديقنا، والف مبروك، وخليكم ويانا. ونلتقي صديقتنا الوردة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسمك؟ ورود. يسا؟ أول. ليش بتعدتي؟ تمام، أول. شلون شوية التعليم الإلكتروني؟ يعني أكو دوام حاليا؟ لا، يوم واحد بالأسبوع. يعني ما في أي حتى إحنا. تمام، لين حضر الفيديو. المهم، أكو نبات يطلق عليه السدر، تعرفي؟ إيه. شنو؟ نبض. النبض. وروح صديقتنا جائزة، لكن أريد منك يا أنشودة يا آية قرآنية. آية. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. تفضل صديقتنا، وألف مبروك، وخليكم ويانا. ويا هلا بكم برنامج أربح ويانا، وناخذ صديقتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسمك؟ يقين. يقين، من تردين تحفظين؟ تحفظين على الورق لو عادي هيك بس تقري حفظتي؟ لا، لازم اثر واحفظ، ما اقدر يعني على الورق. على الورق ابد؟ اني على الورق شغلك. لا، ما اقدر. تمام، عندي سؤال محيرني، ممكن انه يحيرك. البيض يسمونه بيض ليش؟ يمكن لان ابيض. لان ابيض، تمام. والبيض الاحمر ليش ما يسموه محمر؟ ما اعرف والله. تمام، انا وياك نتفق انه نختار له اسم اللي هو محمر. هسه البيض الاحمر شنو اسمه؟ محمر. محمر. تمام. منو مخترع لا هو سموه بيض على شكل البيضاوي؟ اي يمكن. اي تمام.
من السؤال جاهزة؟ أوكي تمام. من هو اخترع الجاذبية، قانون الجاذبية؟ العالم نيوتن. العالم نيوتن من خلال شنو؟ من خلال تفاحة. تفاحة قالوا عنها ذكية، لكن هسه تأكدت إنه هي ذكية وربحت جائزة. التفاحة يا لون؟ أخضر. وبعد؟ أحمر. هو ثلاث ألوان. أخضر وأحمر وأصفر. لا، التفاحة اللي وقعت على نيوتن يا لون؟ أحمر. شنتي وياه؟ وربحت صديقتنا. تفضلي وألف مبروك وخليكم ويانا. صديقنا السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسمك؟ منتظر. ها؟ منتظر سعد. منتظر. تمام يا منتظر، أريد أسألك سؤال. كم صفر للرقم مليون؟ ستة. ستة. أنا مو تربح ويانا، أريد منك يا إنشودة يا آية. آية قرآنية؟ آية قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذي أنعمت عليهم ولا ضوب عليهم ولا ضالين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. وربح صديقنا جائزة. تفضل وألف مبروك، ومتواصلين وياكم قناة شهاب الفضائية. ونشوف أصدقائنا الحلوين ونتعرف عليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسمك؟ ياسر. ياسر. وانت صديقتنا الوردة شنو اسمك؟ نرجس. نرجس، عاشت الأسامي. نرجس، تعرفين هاي يا لون؟ تمام. بنك. حلو، بالعربي شنو اسمه؟ تمام. أريد منكم أنتم اثنيناتكم حيوان بحرف الفاء. منو الأسرع؟ فاء. تمام. الفارة. فارة. حلو. بعد أكو حيوانين بحرف الفاء، تعرفيهم؟ الفيل والأسد. الفيل. الفيل. حلو. أريد منكم نشودة اثنيناتكم. شودة؟ إيه؟ عادي تغنوها اثنين؟ أها، يعني ما حافظة اللي أنت حافظة. تمام، تفضل. بسم الله، أبدأ عملي بسم الله، أكتب بسم الله، أكل أصبح بسم الله، أكل أشرب بسم الله، لا إله إلا الله، أبدأ عملي بسم الله. شكرا جزيلا صديقنا. نشوف أختك إذا حابة نشودة على مود نربحكم الجائزة. أنت حابة؟ حلو، تفضلي. دعاء التلميذ. أدعوك يا إلهي يا رافع السماء، يسر على يدتي في الجد والذكاء، أحفظ أبي وأمي وكل أصدقائي. مسائي رب استجب دعائي. حسد جائزة الياسر. حلو؟ لا، اثنينكم تستاهلون الهدايا. تفضلي، هذا إليك وهذه الياسر. تفضلي يا ياسر، وألف مبروك وخليكم ويانا. ونرحب بصديقتنا ونتعرف عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسمك؟ ملاك. ملاك، عددي لي ثلاث حيوانات. فيل، أسد، قرد. حلو. وبعد تعرفين؟ ايه. أريد تعددين لمن تخلصين بعد ما عندك. وبزونة. تمام. صوت البزونة شلون؟ ما عرفاني صوت البزونة. الثاني يعني قلدي صوت البزونة شلون يصير؟ مياو. زين، كملي حيوانات. والأسد. والأسد. والفهد. والش اسمه؟ والذئب. والثعلب. والدب. زين، الأسد مو مفترس لو أليف؟ مفترس. مفترس. ربح صديقتنا جائزة. تفضلي وألف مبروك. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، حتى نلتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.